إلى قصر الصفا بمكة المكرمة لانعقاد القمة الإسلامية 14. بعد قليل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما نتابع الآن يصل إلى قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة مع إخوته قادة الدول الإسلامية في هذه القمة المباركة التي تحمل على عاتقها الكثير من الملفات المهمة. خادم الحرمين الشريفين في استقبال ضيفه الكريم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحديث باسم تعودناه بين الزعيمين الكبيرين، واتفاق واشتراك في وجهات النظر التي تخص الأمتين العربية والإسلامية.